انا نصورك نصورك نصورك. اه حبيبي بالكاميرا. تعال 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 انزل لك تعال. اه حبيبي. ليش شيخ العميد؟ اطلع شوية اطلع اسعد اطلع اطلع خليك شيخ. اه تفضل. تحتاجون شيء؟ احنا محتاجين مدارس. لا مدارس لا مستشفيات. يعني علي محمد بس ارد اسالك سؤال. اروح للمستشفى اقول له راسي وجع لي يعطيني مال بطن. هاي ودي كذا بس اسمعني. يعني هذول القوات الامنيه تقتلهم وما يدون الدول خالق. مو القوات الامنيه مو القوات الامنيه ما اقول لك. لا 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 مو القوات الامنيه. يعني ايش تضربهم؟ ما ضاربهم ما ضاربهم. هي ناس وناس عشان تحكي لك على ناس وناس. هذولاك يضربون هسه احنا تفيدنا مسايد خالق. لا مسايد لا شيء. واجبنا الأساسي حقيقة واجبنا الأساسي هو حماية المتظاهرين، حماية الممتلكات العامة، حماية الدوائر، حماية مؤسسات الدولة، فرض القانون. وكما تلاحظون يعني الوضع جيد حاليا على جسر السنك. نحن نطمئن جميع المتظاهرين أنه القوات الأمنية ممثلة بالشرطة الاتحادية موجودة هنا لحمايتكم وليس لغرض كما أثير في وسائل الإعلام أن القوات الشرطة الاتحادية جاءت من أجل مقاتلة أو قتل المتظاهرين من خلال كافة الوسائل الموجودة. نعم أنا أؤكد لكم ومن هذا المشهد على جسر السنك أن كل القوات الأمنية ومن ضمنها قيادة قوات الشرطة الاتحادية جاءت لحماية المتظاهرين. نعم لاحظنا موجودة قسم من الحالات انه يعني يرمون الحصى او يرمون من خلال استخدام المصيدات، ولكن انا اؤكد من هذا المكان انه كل القوات الامنيه ومن ضمنهم قياده قوات الشرطه الاتحاديه جاءت لحمايه المتظاهرين السلميين وفرض القانون. يعني المتظاهرين اذا عبروا للجسر ماذا يوجد امام الجسر؟ موجوده مؤسسات، موجوده دوائر حكوميه، موجوده يعني اماكن خاصه بالمواطنين، موجوده المحال التجاريه، موجوده الفنادق. لا اعتقد ان عبور المتظاهرين سوف يحقق لهم شيء. لا اعتقد ان عبور الجسر سوف يحقق مطالبهم. زين ممكن يعني كل مطالبهم تكون في الطرق الرسميه، في الطرق القانونيه، في الطرق الدستوريه لتحقيق كل مطالبهم. منذ بدايه المظاهرات اجتنا اوامر واجتنا توجيهات من قياداتنا العسكريه بالتوجه الى جسر السنك لغرض المشاركه في حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والممتلكات الخاصة وتوفير الأمن والأمان للمتظاهرين السلميين المدنيين لخارجين لغرض المطالبة بحقوقهم. لا أخفي عليك أستاذ العزيز أنه هناك أعمال شغب، هناك مندسين بالمظاهرات، الأعداد كبيرة، هذه الأعداد مو كلها ضمن رأي واحد. كل لقاء كل واجب يصير حديث ويا السيد امر لواء، يتحدث ويانا السيد امر فوج، انه يجب ان يكون بالك واسع، يجب ان تكون سعه صدرك بعد اكثر، انه عليك ان تتحمل انت كمقاتل، انت كجندي عراقي جاي لغرض حمايه شعبك، فعليك ان تتحمل هاي الامور ان شاء الله. الحمد لله والشكر لحد الان احنا متواجدين على جسر السنك. الامور التخريبيه يعني ما جاي نلاحظها بشكل كثير. اخواننا المتظاهرين أكو بيهم ناس كثيرة كبيرة بالسن، ناس عاقلة جاي توجههم بالشكل الصحيح، ونسأل الله أن يتم هذا الموضوع على خير وأن يحفظ عراقنا الحبيب. أكو بالقلب فرحة وحسرة بنفس الوقت. الفرحة أنه جاي نشوف الشعب كله بالكامل متكاتف من جميع الطوائف، نفتقر لهذا الموضوع من بعد الأعمال الطائفية اللي صارت للأسف في الأعوام السابقة. لكن اليوم أنه شنو الفرحة اللي جاي نشوفها؟ الفرحة اللي جاي نشوفها أنه الشعب بالكامل خارج، جميع طوائفه جاي تلقي من الطائفة الشيعية، من الطائفة السنية، من الطائفة المسيحية، من جميع الطوائف، هاي كلها خارجة لغرض شنو؟ المطالبة بحقوقهم. هذا موضوع. الحسرة اللي جاي يصير أنه هناك مخربين، هناك مندسين يردون يقلبون الموضوع، يحولون العراق إلى هاوية. النظرة اللي ماخوذة على الأجهزة الأمنية بشكل عام أنا أقول لك سيئة، لكن قيادة قوى الشرطة الاتحادية مو لأن أنا أنتسب لها، لكن هذا الواقع. هذا الواقع أنه قبل يومين احنا كنا بساحة التحرير بمستوى فوجيا، يعني واجبنا كان على ابو نواس، على حدائق ابو نواس، دخلنا يعني حتى بدون مصدات بدون تجهيزات فض الشغب،
دخلنا استقبلتنا الجماهير بشكل جدا جدا جميل، انه اها زيج ترحيبيه وورود فد موضوع يشرح القلب. ليش؟ لان المؤسسه مالت اللي انا افتخر بيها عكس الصوره جدا جميله للشارع، انه انا جاي احميك، انا جاي ما اريد المخرب ينقل صوره اخرى غير صورتك اللي انت جاي توجهها، انا جاي يعني اشيل الحالات الغير لائقه عندك. فرساله وجهناها ورساله ثانيه لشعبنا، الاخواننا، الابطالنا، الابائنا، الامهاتنا، الاخواتنا المتظاهرين بشكل عام، اقول لهم انه احنا اخوانكم حقيقه، اخوانكم احنا اخوانكم، لان من احتاجتنا ساحات المعارك رحنا قدمنا دماء، رحنا قدمنا شهداء، رحنا لحد هاي اللحظه عندنا جرحى. فانا ما تسمح لي غيرتي ولا يسمح لي قسمي ولا يسمح لي العلم العراقي اللي انا شايله على بدلتي انه اذي او اقمع او اقتل، لا سامح الله، لا ابدا، هذا مو مبدأنا نهائيا. جولتنا كانت بلا تبليغ سابق، ما حاولنا ننحاز او نمثل او نطلب من احد يمثل، كانت غايتنا ان يشوف العراقيين الحقيقه بعيدا عن اقاويل مواقع التواصل الاجتماعي.